كانا يغدوان إليه ويروحان، فقال أحدهما لصاحبه: يعلم الله لقد أذنب أيوب ذنبا ما أذنبه أحد من العالمين حتى أصابه الله بما أصابه. قال له صاحبه: وما ذاك؟ قال: منذ 18 سنة لم يرحمه ربه فيكشف ما به. فلما راح إليه لم يصبر الرجل حتى ذكر له ذلك. فقال أيوب عليه السلام: لا أدري ما تقول أنني أذنبت ذنبا، غير أن الله تعالى يعلم أني كنت أمر على الرجلين يتنازعان في السوق فيذكران الله تعالى، فأرجع إلى بيتي فأكفر عنهما كراهية أن يذكر الله تعالى إلا في الحق. بمعنى أن أيوب عليه السلام لم يكن يصنع أي ذنب، بل الذنب الوحيد أنه إذا رأى رجلين يتنازعان عوض أن يتدخل من أجل فك النزاع كان يرجع إلى بيته فيدعو الله تعالى أن يغفر لهما ذنبيهما، لأنهما تصارعا عن أمر من أمور الدنيا. لقد بقي أيوب عليه السلام وحيدا، لم يبق أحد يحنو عليه سوى زوجته البارة والمرأة الصالحة، هذا هو دورها مع زوجها إذا أصابه المرض. كانت ترعى له حقه وتعرف قديم إحسانه إليها وشفقته عليها، فكانت تتردد إليه فتعينه على قضاء حوائجه وتقوم بمصلحته وتصلح له شأنه. فقالت له مرة: يا أيوب، أنت نبي من أنبياء الله، لولا دعوت ربك ليفرج عنك هذا الابتلاء. فقال عليه السلام بقلب المؤمن الموقن، قال لها: يا امرأة، لقد عشت 70 سنة صحيحا أتنعم في كرم الله تعالى، أفلا أستحي أن أشكوه الآن بما ابتلاني به خلال أيام معدودات؟ فكان أيوب عليه السلام يستحي أن يطلب من الله عز وجل شيئا، كان يفعل مثل ما فعل إبراهيم الخليل حينما هم أهله وقومه أن يرموه في النار، فجاءه جبريل عليه السلام طالبا أن يقدم له يد المساعدة، فقال إبراهيم الخليل: الله أعلم بحالي وهو أغنى عن سؤالي. هكذا كان ديدن أيوب عليه السلام، كان يقول لزوجته: الله أعلم بحالي وهو أغنى عن سؤالي. وهذا هو منهج الصالحين والأولياء المبجلين، حينما يقتربون من الله تعالى يكون همهم الأكبر هو الذكر والاستغفار والتسبيح، ورحمة الله عز وجل لا بد أن تصل إليهم. لكن هذه المرأة الصالحة بقيت زمانا تحنو على زوجها وتقضي حاجته وتقوم بمصلحته، ولكن بعد مدة شعرت بالتعب وضعف حالها وقل مالها، فلجأت المسكينة إلى العمل خارج البيت. خرجت إلى الحياة العامة تخدم الناس بالأجر لتطعم زوجها وتقود أوده رضي الله عنها وأرضاها. هي التي عاشت في عز ومجد وسؤدد لما كان أيوب غنيا عنده العبيد والمواشي والأراضي المتسعة وعنده المال الوفير. الآن وقد ضاق الدعم الفقري لن تتأفف ولن تغير من سيرتها، بل بقيت صابرة معه محتسبة إلى الله على ما حل بهما من فراق المال والولد وضيق ذات اليد، بل تقول الروايات أن حتى كل أولادها وأطفالها قد توفوا من أثر العداوة، بل تقول الروايات بأن أولادها كلهم قد التحقوا بالرفيق الأعلى وماتوا جميعا. خرجت زوجة أيوب إلى الحياة العامة وخدمت كشغالة في البيوت مقابل أجر زهيد لتوفر لزوجها شيئا من الطعام.
لكن الناس بعد أن علموا بأنها زوجة أيوب عليه السلام، ذلك المريض بمرض معد، توقفوا عن استخدامها خوفا أن ينالهم شيء من بلائه أو تعديهم بمخالطتها، فبقيت المسكينة تبحث عن لقمة عيش حلال هنا وهناك. وبعد أن قلت حيلتها ولم تجد أحدا يستخدمها، اضطرت المسكينة أن تبيع شيئا من شعرها. لقد باعت لبعض بنات الأشراف إحدى ضفيرتيها بطعام طيب كثير، فأتت به أيوب فسألها زوجها: من أين لك هذا يا امرأة؟ فأنكرت ولم تخبره بحقيقة الأمر. قالت: لقد خدمت به أناسا فأعطوني هذا الطعام. فلما كان من الغد باعت الضفيرة الأخرى بطعام فأتت به زوجها فأنكره أيضا، وحلف ألا يأكله حتى تخبره من أين لهذا الطعام. فكشفت المرأة عن خمارها فظهر رأسها عار بدون ضفائر بدون شعر. لقد رأى أيوب عليه السلام رأسها محلوقا فتأثر أثرا بليغا، أخذ يقول: يا رباه، إن زوجتي باعت كل ما تملك، حتى شعرها باعت ضفائرها لكي تأتيني بطعام. هنا قد بلغ السيل الزبا. هنا رفع أيوب عليه السلام يديه واضطر أن يدعو الله تعالى، فقال بعد بسم الله الرحمن الرحيم: رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. لقد جاء في السنة النبوية الشريفة أن المؤمن إذا أصابه مرض أو شدة فالتمس الدواء فلم يجد علاجا، ما عليه إلا أن يرفع أكف الضراعة إلى الله ويقول هذه الكلمات التي نطق بها أيوب عليه السلام: رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فإنها مدعاة لاستجابة الدعاء في القريب العاجل. لقد قال الله تعالى في سورة الأنبياء حكاية عن أيوب عليه السلام حينما دعا بهذا الدعاء، فجاءته الإجابة الربانية في اللحظة الحاسمة. قال الله عز وجل: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. لكن أيوب عليه السلام لما سأل امرأته: من أين أتيت بهذا الطعام ولم تخبره؟ قد حلف قسما مغلظا عند الله، حلف بأن يضربها 100 صوت إذا شوفي، ولكنه كان يستبعد أن يمتثل للشفاء. فلما أكرمه الله عز وجل بالمعافاة كان عليه أن يكفر عن ذنبه عن هذا الحلف، فأمره الله عز وجل أن يأخذ عرجونا فيه 100 شمراخ، أي عود رقيق فيه 100 عود رقيق، فيضربها ضربة واحدة كي لا يحنت في قسمه، وبذلك يكون قد بر في قسمه. هذا ما يحكيه القرآن الكريم في قوله تعالى في سورة صاد، يقول الله عز وجل بعد بسم الله الرحمن الرحيم: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، اركض برجلك اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب، ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب، وخذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحنت، إنا وجدناه صابرا نعم العبد
إنه أواب. لقد أمر الله عز وجل أيوب عليه السلام بأن يضرب الأرض برجله، فانبعثت عين طيبة مباركة من جوف الأرض، فاغتسل منها في جسمه جميعا، فعاد صحيحا معافى، وذهب عنه كل المرض. كانت آنذاك زوجته خارجة في السوق، فلما عادت إلى البيت وجدت أيوب عليه السلام في صورة طيبة مباركة. قال عبد الله بن عباس: لقد ألبسه الله تعالى حلة من الجنة، فأصبح وسيما أنيقا معافى. فتنحى إلى جانب البيت، فلما جاءت زوجته لم تعرفه، فقالت له: يا عبد الله، هذا المبتلى الذي كان هاهنا راقدا أين هو؟ لقد ذهبت ساعة فعدت فلم أجده، لعل الكلاب قد ذهبت به أو الذئاب. فقال أيوب عليه السلام: إني أنا هو أيوب. لكن الزوجة لما رأت زوجها قد أصبح له الشعر الناعم والبشرة المدهشة والشكل الوسيم الأنيق والصحة والعافية لم تصدق، فقالت: أتسخر مني يا عبد الله؟ فقال أيوب عليه السلام: ويحك يا امرأة، أنا أيوب، لقد رد الله علي جسدي. ثم بعد مدة قليلة الله سبحانه وتعالى رد عليه كل ماله وولده بأعيانهم ومثلهم معهم. لقد ذكر أهل التفسير في قوله تعالى: اركض برجلك، أي اضرب الأرض برجلك، فامتثل ما أمرك الله به. فلما فعل أنبع الله تعالى له عينا باردة من الماء، وأمره بأن يغتسل فيها ويشرب منها، فأذهب الله تعالى عنه ما كان يجده من الألم والأذى والسقم والمرض الذي كان في جسده ظاهرا وباطنا، وأبدله الله تعالى جسما خيرا من جسمه، ولحما خيرا من لحمه، ودما خيرا من دمه، وعروقا خيرا من عروقه، وعصبا خيرا من عصبه. لقد أبدله الله تعالى صحة كاملة ظاهرة وباطنة، وجمالا تاما، ومالا وفيرا، حتى صب له من المال صبا كالمطر ينزل من السماء. لقد ذكر أهل التفسير بأن أيوب عليه السلام كان له أندران، أي قدحان كبيران، أحدهما للقمح والآخر للشعير، فبعث الله تعالى له سحابة فأفرغت في أندر القمح الذهب حتى فاض من جوانبه، وأفرغت في أندر الشعير الفضة حتى فاض من جوانبه. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: بينما أخي أيوب عليه السلام يغتسل عريانا، خر عليه رجل جراد من ذهب وفضة، فجعل يحثي في ثوبه، فناداه ربه: يا أيوب، ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى يا رب، ولكن لا غنى لي عن بركتك يا رب، لا غنى لي عن بركتك يا رب. ولهذا قال الله عز وجل: ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. قيل بأن الله عز وجل أحيا كل أولاده وأقاربه الذين توفوا، وقيل آجره في من سلف وعوضه عنهم في الدنيا بدلهم، وجمع له شمله بهم كلهم في الدار الآخرة. وقوله تعالى: رحمة منا وذكرى للعابدين، رحمة منا أي رفعنا عنه شدته وكشفنا ما به من ضر، رحمة ورأفة وإحسانا من الله تعالى. وذكرى للعابدين أي تذكرة لمن ابتلي في جسده أو ماله أو ولده، فله أسوة بنبي الله أيوب عليه السلام. وقد قال عبد الله بن عباس حبر هذه الأمة وترجمان القرآن، قال:
لقد رد الله عز وجل إلى امرأتي أيوب شبابها ونضارتها، فزادها الله تعالى حتى ولدت له 26 ولدا ذكرا. وقد عاش أيوب بعد ذلك 70 سنة بأرض الروم على دين الحنيفية السمحاء، حتى جاء من بعده الأنبياء الصالحون. مستمعي الأفاضل، هذه هي قصة أيوب عليه السلام، نبي من أنبياء الله الصالحين. لقد كان مثالا في الصبر وتحمل البلاء، حتى إن أهل العلم قالوا بأن الله تعالى يحتج يوم القيامة بسليمان عليه السلام على الأغنياء، وبيوسف عليه السلام على الأرقاء، وبأيوب عليه السلام على الصبر. فلنتمسك بالصبر، اصبروا وصابروا ورابطوا، وتذكروا قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فلنتمسك جميعا بصبر أيوب، لنتخذ هذا النبي الأكرم مثالا يحتذى في الصبر والطاعة لله تعالى والاحتساب، فإن الله تعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا. مستمعي الأفاضل، وختاما نرفع أكف الضراعة إلى الله تعالى بأن يلهمنا الصبر والسلوان. اللهم أفض علينا صبرا من عندك، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من عبادك الراشدين. وصل اللهم وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.